فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة لجياد الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها. تخوض هذه المنافسة متابعينا الكرام، لدينا 16 اسما بعد انسحاب لتاج العلا وأسلوب، ليتبقى لدينا 16 اسما. هنا انطلاقة جماعية، بارود وأيضا بريفونتان هنا يقود هذه الأسماء من المسار الخارجي. لدينا رفيوت من المسار الخارجي للمركز الثاني، بارود في المركز الثالث في هذه الصورة من الداخل، أيضا فريشوتر كلافز وأيضا الحضور يأتي من هاوغن أوف يوث في المركز الخامس في هذه الصورة. لدينا كذلك سايتاما في المركز السادس في الصورة الماضية متابعين الكرام، بينما الحضور القادم من بقية الأسماء هنا فريش ووتر كلابز يقود هذه الأسماء متابعينا بشعار اسطبل الكوت، بعد أن تراجع بريفونتان للمركز الثاني مع عبد الله سليمان العظيب بشعار مشعل المطيري. المركز الثالث هنا بارود قادم بشعار الأمير محمد بن سيف الدين بن سعود بن عبد العزيز. هناك أيضا الحضور الآخر من بقية الأسماء، هاوغن أوف يوث يبدأ أن يتقدم شيئا فشيئا للمنافسة في هذا الشوط، ولدينا بسم الله عليه أيضا يبدأ التقدم في المركز الخامس في هذه الصورة، بينما هنا لا زال فريش ووتر كلافز يقود هذه الأسماء بشعار اسطبل الكوت وبقيادة ضرب التمياط، يتابع هاوغن أوف يوث بالمركز الثاني في هذه الصورة. أيضا بارود في المركز الثالث، تبدأ الجياد التقدم، الجياد المرشح، الجياد التي تحاول الحضور من جديد. لدينا هنا لا زال يقود هذه الأسماء متابعين الكرام فريش ووتر كلابز، وأيضا الحضور القادم في هذه الصورة تحديدا بسم الله عليه يتقدم من المسار الخارجي، بسم الله عليه وبسم الله عليه للمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وهذا العطاء وهذه النتيجة، بسم الله عليه لإسطبل الفحيحيل يتقدم بقوة مشاهدينا متابعينا الكرام، بسم الله عليه وبسم الله عليه وبسم الله عليه وما شاء الله عليه، يصل أولا إلى خط النهاية لإسطبل الفحيحيل تدريبات عبد الهادي العتيبي وقيادة عادل الفريدي. ألف مبروك من الجنادرية إلى الفحيحيل إلى كل مكان، ألف مبروك.